معك بيموتوا ناس وهن عايشين قبالك، ياللي غابوا من الأساس بيبقوا عايشين قبالك. بعيونك بيموتوا ناس وهن عايشين قبالك، ياللي غابوا من الأساس بيبقوا عايشين قبالك. والعبرة مش بالكترة واللي راحوا مش راجع، العبرة بوفا العشرة رغم الزمان الضايع. في أيام بتعطي دروس والوقت بيهدي النسيان، ما بتمحي دموعك كابوس ولا بتشفي القلب. حب وفرح السعادة، والمرة منا بتغنيك خبرة وقوة بزيادة. أيام الحلوة بتعطيك حب وفرح السعادة، والمرة منا بتغنيك خبرة وقوة بزيادة. والعبرة مش بالكترة واللي راح ومش راجع، عبرة بوفا العشرة رغم الزمان الضايع. في أيام بتعطي دروس والوقت بيهدي النسيان، ما بتمحي دموعك كابوس ولا بتشفي القلب. طيب شو السبب؟ فهميني ليه ما بدك اياه؟ يا بابا انا ما عم بقول لك ما بدي اياه، فؤاد شاب حلو مهذب متعلم، وبعرف انه كل البنات بيموتوا عليه، حتى انا بتمنى اني اكون مرته، بس هلا ما بدي اتجوز. لا يا جنان، لا انا مش معك، انت صرتي صبيه. إذا بكون عندك عائلتك وجوزك وولادك وأهله لفؤاد مرتبين وهويتم رح ترتاحي معهم. أنا يا بنتي أنا ما بدي شي غير راحتك. يا بابا أنا ما عم بقول لا، بس إنه إنه شو يا بنتي؟ إذا بتعرفي شي عنه لفؤاد قولي لنا هلا، جماعة ناطرين جوا عيب. لا أبدا بالعكس، قلت لكم فؤاد شاب ما في مثله، بس بليز فهموني انا هلا ما بفكر بالزواج، على القليله لكان البابا ارتاح شوي. بابا انا عبالي اعيش معك كم شهر مثل الخلق، ما شبعت منك، اشتقت اتمشى معك اركض انا وياك، عيط لك بابا. بابا بليز فهمني. انا عبالي اعيش معك اكثر حبيبتي. يا بنتي هل قد انا خيري عندك؟ عم بضحي بسعادتي كرمال راحتي. ليش مش هيدا اللي انت عملته؟ كسرت لي راسي بالحكيات يا بنتي. سوري بابا، وحياتك ما قصدي.
أنا بحبك لا تخلص الدنيا. شو رح بتقول للجماعة؟ رح أقول لهم الحقيقة. بس ما يزعل وجيه. وبسرير تروح لعنده. يلا. ما رح أقدر أعود لك السنة اللي راحت، بس قادرة أعيشك أحلى حياة بالسنة اللي جاية. شو؟ صايرة بتحكي لحالك؟ نورتوا البيت يا شباب. البيت نور برجعتك معلمة. يخلي لي محبتك يا وجهي، وعلى قدر هالمحبة رح جرب كون صريح معكم. طبعا دكتور، تفضل. صراحة أنا ما فت على المطبخ لأخذ حبة الدواء. فت لأخذ الكلمة اللي هي من بنتي ورأيها بالموضوع. بعتقد رأي بنتك مكتوب على وجهك دكتور. مهنك هين يا ابني. يمكن يكون هين، بس أكيد مني غبي. مش هيك كان حديث خالي لما حكاني على التليفون وقال لي إنك حابب تشوفني، على أساس بدنا نحكي بخصوص. بترجيك تروق أستاذ. روق؟ بدك ياني روق قاعدين أنت وبنتك عم تلعبوا بعواطفي؟ فاكرين مشاعر الناس لعبة بين إيديكن؟ بعتقد إنك تخطيت حدود اللياقة. فرجيني أنت وبنتك يا دكتور وين حافظتوا على حدود اللياقة. لا، كثير هيك. تسمحوا لي أتدخل؟ وجيه، بدي منك تقدر وضعي وما تلومني. انت بتعرف انه جنان بتعني لي كثير وما في خالف ارادتها. بعرف معلمي بعرف. ما فيي لومك عن حبتك لبنتك. بس فؤاد ما هو حق. مش هيك كان حديثنا انا وياك. بتعرف ليش انا فعلت دكتور؟ لان بطريقتك هيدي طلعت خالي كذاب بنظري. ومش بس حضرتك اللي بنتك بتعني لك كثير. انا كمان بعني كثير لخالي. ما حدا اجى صوب خالك. طلعت خالي كذاب يا دكتور. فؤاد بيكفي حكي. دكتور رأفت صدمتني. كنت بتمنى من الاساس ما تبعت ورا فؤاد ابن اختي وتعملوا هالمهزله. كثير زعلتني دكتور، كثير. بس لا، مش انا الكذاب، مش انا. هيدا كلام كبير وجي. عم تتهمني بالكذب؟ ما عم بتهمك بشي. خلص يا خيي، انت الصادق ونحن الكذابين. سمحنا على هالغلطة وانسى شو قلنا لك. قوم يا ابن قوم، هي أمالنا نصيب بهالبنت ولا عاد قلنا قيمة بهالبيت. مشي وراك. بس يا وجيه أنا. تفضل، هذا مفتاح السيارة والفيلا واعتبرني مستقيل من الشغل. وجيه شو هالبهدلة، شو هالجلصة؟ مبسوطة هلأ؟ ارتحتي؟ شو قصدي أنا؟ خلص بقى حل عني. أنا بس بدي أفهم شو صار له. لا، قبل ما أنت تفهم شو صار له خليني قبل افهم انا شو المانع جنان تتجوز. تتجوز ما تتجوز تصطفل، بس فسر لي شو الهدف من كل هالمسرحيه. ليش انا فاهم؟ بتكون غيرت رايها. غيرت رايها؟
ومين اللي خليها تغير رأيها؟ صدقني ما عندي فكرة. تبهدلنا يا خال، مش معود انهزم. أبدا، نحن اللي كنا صادقين، هن اللي ما صدقوا. تعرف منيح اللي رفضتني من هلأ. كيف يعني؟ أنا ما بتحمل عيش مع مرة كل ساعة برأيي. وبعدك بتقلي لا ما بتجوز؟ خليل؟ لوين رايح؟ خليل؟ أنا أمك اللي ربتك، بس احكي معك بترد إيه؟ فهمت؟ يا ريتك لا جبتيني على هالدنيا ولا مرمختيلي راسي بالوحل. شو قصدك؟ صرت مجبور أظهر بالليل حتى ما أشوف حدا من الجيران ويدلوا علي ويقولوا ليكو هيدا ابن إنعام اللي مصاحبي فواز الناطور. يا عيبي شو عليك؟ ده عن تربيتي فيك. حقك تضربيني كف ماما، وكان لازم تضربيني هالكف من زمان تقوعه واعرف شو لازم اعمل. حبيبي انتي ما لك عليها بشي. انا زعلت على وجهي، ما بدي نخسره. ما رح نخسره، ياما زعل وفل وما شوفه الا رجع. وجيه ويع بين شوفين، ويلو ابن اخته ويلو نحنا، وانا ماني افضل منه حار. بالصراحة بضل زعلوا قلو وما زعلك لألك. وكرم يرجع. طيب عندك مشكلة انزل اتمشى شوي بجنينة؟ ديني ليل، ما بتخافي وحدك؟ إذا صار شي بعيط لفارس. لا، أنا بفضل تحكي من الأول خلي يضل معك. إيه أوكي. انتبهي حبيبتي. ما تعطى الهم بابا. بحبك إيه؟ أنا بحبك. بدي منك توعديني لو مهما صار ما تخبري هيدا السر لحدا. اوكي امل. بابا ليش عم تعيط لي امل؟ انا صار اسمي جنان ما تنسى. طيب يا جنان، توعديني ما تخبري هالسر لحدا. اكيد بوعدك، ما حدا رح يعرف اني مش بنتك الحقيقيه. اصلا امل شعلين انا تركته بلبنان وخلقت هون من جديد وصار اسمي جنان نعوم. ما تحت الهم بابا، بحبك. الله يا أمل تضيع وعدك. أنت سمحت لها لجنان تنزل عجنيني وتقعد مع فارس؟ شو مشكلة؟ لا ما في مشكل، بس هيك بدي أشوف إذا هي يعني أخذت القرار من راسها. لا، طلبت مني الإذن. ما بدك تقعد؟ مش لايقة ستنا اقعد مع حضرتك بوجود الوالد بالفيلا ونحن بجنينة. سعاد شو قصتك؟ لشو حضرتك وستنا والوالد؟ خليني ضل اقول لك ستنا وحضرتك لحد ما تكوني قررتي تخبريني كيف عرفتي اسمي الحقيقي. قلت لك ما بقى تصر علي، بعدين رح تعرف كل شيء. صراحة بوقت فرصتي صارت شغلة خوفتني، وما بعرف إذا رح أقدر أرجع أوثق فيكي من بعد الشيء اللي صار. شو هالحكي سعد؟ ليش ما بدك توثق فيي؟
بس تقرري تكوني صريحة معي ممكن ارجع اوثق فيك. صباح الخير. تليفونك عم يدق فؤاد. ايه سمعته خال، سمعته. هاي كارين. بونسوار ماتر، ان شاء الله ما اكون عم بزعجك لاني عم بحكيك بهالوقت. لا لا ابدا، بكي شي؟ بصراحة ايه. ما تقولي لي في شي خبرية جديدة عن هيدا الواطي روجيه؟ لا لا، مشان روجيه الواطي. شو لكان؟ اشتقت لك وحبيت اسمع صوتك قبل ما نام. بدك الحقيقة؟ منيح اللي حكيتيني، راسي عم يوجعني ومش جاييني نوم. سلامة راسك، هيدا عغيار التقس، لأنه ساعة بتشتي ساعة بتشمس. يمكن، شو عرفني؟ هلا أخذ حبتين للوجع، لازم بلش روق. إن شاء الله. على فكرة بدي خبرك شي، اليوم قعدت مع البابي وقضينا الوقت عم نحكي عنك. عني؟ شو كنتوا عم تحكوا؟ ما تخاف، نحن ما بنحكي عنك إلا بالمنيح. والشي الحلو إنه بابي طلب مني تلفن لك وذكرك إنه هو بكرة ناطرك حتى يرجع يسلمك إدارة مكتبه. كارين، مرسي على اهتمامك فيي، صرت أعرف قد إيه بعني لك، ما رح أنسالك إياها أبداً. تستاهل كل خير فؤاد. وأنت كمان كارين، بس في شي لازم تعرفيه، بعد الفترة يلي قضيتها مع بيك بالمكتب عنده تبين لي إنه أنا وياه ما منتفق. راسي مش راكب على راسه، يعني كل واحد فينا شخصيته شي. أوكي، بس شو يعني؟ يعني بصراحة خايف شي يوم يصير في خلاف بيني وبينه بوجهات النظر وأخسرك، وأنا ما بدي أخسرك. يعني ما بدك ترجع تشتغل مع البابي؟ أنا ما قلت هيك، بس عم جرب وصل لك إنه ما بدي شي يأثر على صداقتنا وأخسرك بسبب الشغل. حقيقتك عم تجرب تلاقي أعذار حتى تبعد عني؟ ليه هيك فهمتيها؟ بالعكس، أنا عم أحسب حساب لحتى ما أوصل لوقت وأبعد عنك، مشان هيك بفضل أترك مسافة بيني وبينه. وبيني أنا كمان؟ لا يا كارين، مش مزبوط اللي عم تفكري فيه. لكن وافق على الشغل مع بابي؟ بكرة الصبح رح كون بالمكتب. عم تحكي جد؟ بليز قول إنك عم تحكي جد. عم بحكي جد. مرسي فؤاد، هلا تأكدت إنك بتحبني كتير. بشوفك بكرة بالمكتب. أوكي، رح كون ناطرتك. باي. باي. حلو كتير، يعني بعد اللي سمعته منك هلا ما عاد تلوم الدكتور رأفت لأنه رفضك عريس لبنته. لا يا خال، القصة مش مثل ما أنت فكرت، اللي حكيته هلا كله حكي فاضي. ليك يا ابن أختي، صحيح أنا كبرت بالعمر شوي، بس بعدني بفهم الناس من تطليعة واحدة. شفت لو كنت عارف إنه عندك علاقة بهالبنت لكنت خليتك تلمحه لرأفت ولا تحكيه بموضوع بنته. خال، عم يروح فكرك لبعيد، ما في شي بيجمعني بكارين إلا شغل وبس. لنشوف، بس يا ويلك إذا بتغلط. قعد اشرب الشاي قبل ما يبرد. قعد. المهم أعصابنا تبرد. بعدني ما عم بفهم ليش رفض الدكتور يجوزني جنان. أنت شو قولك؟ شو عرفني؟ قولك معقول يكون هذا الدكتور روجيه مطول لسانه عليك؟ أكيد مش روجيه، روجيه موقوف بالمخفر، قصة طويلة. بلاها، مش حابب أعرفها، بس عم فكر لو كان حدا حكى عليك شي بالعاطل قدام الدكتور من الأساس ما كان بعت وراك يا أخي، على القليل كان عتبني. رأفت بيعتبرني كاتم أسراره، ما بيخبي شي علي،
انه معقول يبعت وراك فيبهد لك ويشرشحك ببيته؟ شو قاله عليك؟ كان قال لي خلص يا خيي ما بدي جوز بنتي. فاجأني وصدمني. لا لا، في شي غلط بالخبرية، بس مش عم بعرف شو هو. أنا بقول لك شو هو. شو هو؟ إنك ناسي تحط شاي بالمي خال، عم تشربني مي سخنة. يي علي، وأنا أقول شو ناقص الشاي. خيي فارس، شو بترتاح نفسيتي لما بتمشى بالطبيعة؟ معلوم دكتور، المشي ما في أحلى منه. بنتك جنان طالعة مثلك، بتحب المشي كتير بالطبيعة. شو عرفك؟ قبل ما تجي حضرتك من المستشفى تمشيت هي صوب الجبل. لوحدة؟ لا أكيد لا، أنا رحت معها ما بترك على وحدة. مرك بتتذكر لوين رحتوا؟ لازم. فيك تدلني وين؟ بصراحة دكتور أنا ماني من المنطقة، يعني ما بعرف كيف بدي أدلك، بس إذا برجع بقطع من المنطقة أكيد لازم أتذكر. معقول تكونوا طلعتوا على هاي التل اللي هونيك؟ لا لا، مش لهونيك. أنت متأكد؟ إيه متأكد. وهي رشاد ما بتتركنا. شو؟ ما تقولي لي انت كمان جاي تمشي معنا؟ يا ريت، ليش انا من الاساس عندي وقت لحتى امشي؟ ولشو جيتي اذا كان؟ رايح اجيب باقي نعنع مشان التبوله. اوه، يعني اليوم في تبوله على الغداء؟ صحيح. هيك بدي اياكي تعملي الغداء بفرح، مش طال لك عيبسي هيك؟ اكيد دكتور. بتعرفوا؟ يا ريت بترجعوا على البيت. ليه بدك ترجعيني على البيت؟ كأني حسيت على جنان أنها قامت من النوم، قلت أنا بتشربوا القهوة معها. قهوة جاهزة؟ منجهزة. يلا فارس، طالما في قهوة صارت الرجعة على البيت هرزاني. يلا لحقتكن. شو؟ شكلنا صاروا أصحاب الشباب. هيئتهم طالعين لهون. جنان، يا جنان، 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 يا جنان، جنان.
هاي جنى. جنى. روجيه خليل. وينك؟ هودي من الدكتور سعيد الرئيس. خلص وطن انا وطني. وينك يا جماعة؟ وين رحت وتركتيني؟ صار لك يومين بلا اكل. اسمع مني وكل ما بيسوى هيك. بدي جنى. جنان ويني؟ وينك يا جنان؟ يسلمون ايدين. بونجور بابا. بونجور يا بنتي. كيفك فارس؟ الحمد لله. شو؟ مبين رجعتوا بكير من جنينة. ايه؟ مشينا شوي بكفي. وعدتنا رشاد بركوة قهوة غير قصة. وين؟ لنطلع نشربها معك. ايه شفت الركوة على الغاز، بس رشاد مش مولعة تحتها. الله يسعدني يا رشاد. طيب فوتي بابا، فوتي اعمليها انتي. عبالي اشربها من ديتك. تكرم عينك بابا. طيب خواجة، تأمرني بعد بشي؟ هلا لا، يعطيك العافية. بالإذن. فارس لحظة خليك شوي. بابا مزبوط رشاد كانت مولعة النار تحت الركوة، بس الهيئة فضيت جرة الغاز وانطفت النار. ظلمني. بس عادة عمو واجيه بغير الجرة، وهلأ منه هون. فارس في عزبك؟ تكرم عينك أكيد. مرسي. بس مفتاح الغاز. اشتقت لك سعد. طيب مساء جنان، يمكن يجي حدا يشوفنا. ما تخاف، البابا ما بيقدر يجي لوحده. رشاد بشنينة. وجيه فل. بعرف بس ليش. خلص بعدين، ركز معي هلا. يا ريت تتركيني بس لشوف جرة الغاز. سعد عم بقول لك اشتقت لك، بتقلي بدي اشوف جرة الغاز. شو بهيك دخلك بلا احساس؟ لا مش بلا احساس. انا كمان رح موت، اشتقت لك كثير. كل ما اشوفك هيك بحبك. قلبي بصير ينط مثل المجنون. ما بعرف شو بصير معي، بصير بدي. بدل ما تحكي فرجيني اذا عم تحس اللي انا ما بحسه. بتعرف ساسين، بمشواري هلا لعند الدكتور نعوم رح اضرب عصفورين بحجر واحد. اولا كنت تعرفت على هالدكتور المشهور. ثانيا رح شوف عن قريب علاقة هالبنت مع العائلة. كيف بيتعاملوا معها؟ كيف هي بتعاملهم؟ لأن كل شيء عن قريب ببين. ساعتها بقدر أحكم على حكاية نعم. وكمان بقدر أعطي للنائب العام كل المعلومات اللي بتفيده لحتى ياخذ قراراته بهالقضية. خاصة قرار منع السفر. يمكن يتراجع عنه. وقصة المدفن؟ أكيد. الدكتور نعوم هو الوحيد من سكان المنطقة اللي بعد ما صرنا إنا نسأله عن المدفن. يمكن يكون عنده فكرة عن الجثة. شو طبيب؟ بركي بهالزمانات مشي 15 سنة مرقت لعنده شي صبية مريضة ومتوفت. مين بيعرف؟ يمكن يقدر يفيدنا. وساعتها منحول الملف عن النيابة العامة.
100%. شوف شو بدك تعمل، ما عاد قادرة ابعد ولا رح اسعى عنك. وانا كمان بس خايفان. ما بعرفك جابين سعد. دكتور رأفت؟ هيك بدنا نضل؟ بصراحة ما بعرف، حسي حالي ضايعة أنا بلا وجيه. ما تحمليني ذنب، قلبي رح يبقى أحلى. لا لا دخيلك، ما صدقنا رجعت لنا بالسلامة. وين سعد؟ بالمطبخ، خلصت جارة الغاز عم بيغيرها. ما يقوم يخربت لي الدنيا هلا، تفوت شوفه. فوتي جارة الغاز ومنيح انه فارس هون ليغيرها. دقيقة على الأرض تكون ريق بالجارة. خذ وقتك فارس، المهم تركبها منيح. يا عمري تسكت لشرب. مجدي انت عندك مهمة التحري عن ايمن عوض وبتاخد شبابك معك اكيد، واي شيء بجد بتبلغوا المؤهل سيسين، واي معلومة مهمة بتحسوا انه ممكن يتحرك التحقيق بتبلغوني اياها فورا، مفهوم؟ وانتبهوا منيح حالكم، ممكن الزلم يكون مسلح وانا ما بدي حدا من الشباب يتعرض للخطر سيسين. حطيتهم بالجو؟ طبعا حكيتهم وراح ياخذوا كل الاجراءات. تفضل. كولونيل، السيارات والعناصر صاروا جاهزين. عظيم. قول للشباب دقيقتين ونمشي. امرك سيدنا. طيب، حدا منكم عنده أي سؤال قبل ما ننهي الاجتماع؟ بالنسبة لنا كل شيء واضح كولونيل. طيب، فيكم تمشوا. الله يحميكم. نحن كمان خلينا نمشي. خلصيني بقى يا سلمى، معوقة كتير لتفوتي على الخيط بالإبرة. لك شوي كأمين روح، شو بدلك مستعجل؟ مش مستعجل على شيء. صرنا 10 دقايق واقف على فرد سحبي، مو شو مش شايفني. شو شايفني يعني؟ أنا نايمة مقبورة ورافعة إجري على الحيط، أنا كمان واقفة صلي 10 دقايق بالك، عم جرب فوت هالخيط بالإبرة. كل الحق عليكي. طلع على لسان الشعر وقول لك أنا كل الجزر كل الجزر، بس حضرتك عنيدي ما بتقتنعي. والله يعني أنت مقتنع بهالوصفة؟ إذا ما فادت ما بتضر. خير طن سلمى، شو القصة صوتكم طالع هيك؟ جيتي والله جايبك، تاهي تاهي حبيبي، الله يرد عنك، عبي لي هالخيط بهالإبرة. لك تكرم عينك. خليل؟ خليل؟ مش نايمة؟ جيت مبارح مأخر من السهر، رجع وصلت على الصالون. كنت سكران معك؟ شوي. قوم خيي قوم، قوم غسل وجهك، أنا رايحة على الجامعة.
بريم شو بك عم تطلع بس يعني؟ بها شي؟ لا لا ابدا، بس مش مصدق انت تصير 2:30. مش قديش ساعة هلا معك؟ بعد بكير، بس انا عم بتاكد مش اكثر. وليش بدك اياها تصير 2:30؟ ما في سبب هيك. طب انا تاخرت صار لازم امشي بالاذن. هي لوين؟ ما بعدك واصله؟ لا معلش، لازم روح شوف البابا، بركي عايز شيء. ايه مزبوط، ما تخزيني يا بنتي، نسيت اسالك عن بيي، كيف صار؟ حال المهم وجع ما في. اخ هالدنيا، لما يكبر شوي الانسان كل المصايب بتنزل عليه، ما بعود يعرف من وين عم يجي الوجع. انا مش طالبه شيء عمو امين، المهم البابا يضل قدام عيوني، ولو بدي ضل اخدمه كل حياتي. يسلم تمك، انت بنت اصل نيه اللي بده يتجوزك. مرسي طن سلمى. واذا ساعد تلفن سلموا لي عليه. ايه من عيوني يا حبيبتي، اكيد رح سلملك عليه. غريب، هيدي أول مرة بشوفها معقصة هيك. الغريب إنك تشوفيها معقصة، مش قادر تشوفي كيف بيعبوا الخيط بالإبرة. إيه بس بقى. غير طيبة. طمنا بشي قبل ما انزل دكتور؟ هلا لا، يعطيك العافية يا ابني. وانت دموزيل جنان، طمريني بشي؟ مرسي لك فارس. بالإذن. فارس، يمكن بعد الظهر انزل اتمشى شوي، بديك تكون معي لأنه بخاف اتمشى وحدي صوب الجبل. الجبل؟ ايه بابا. وليش الجبل يعني؟ لما بتتمشي في جنينة، جنينة واسعه. لأنه الجنينة مسكرة وأنا بحب الحرية، بحب حس حالي طايرة بالطبيعة هيك بين الشجر والهواء والفراشات. غير عم تحكي شعر يا بنتي، صوب وين فكرك تروحي؟ ما بعرف، بس بلش أمشي بشوف. بس أنت ليش عم تسألني هيك؟ في شي مخوفك يعني؟ لا لا لا، ما في شي أبدا. بلا في شي بابا، أنا بعرف إنك بتخاف علي حتى من الهوى، بس طمن فارس معي وقادر يحميني. بعرف بعرف، لأني ثقة كبيرة بهالشب. تسلم دكتور، رح يضلوا عيني عشرة عشرة عليهم. يخلي لي إياك، شيخ الشباب أنت. شو مبين فارس عم يضارب علي؟ بس اوعى تحبه أكثر مني، أنا بغارقه. لا لا ما تغاري، أنا حبيته لأنه شاب ما بيعند وبيسمع الكلمة، مش مثلك. طلعت أنا ما بسمع الكلمة؟ ناطر حدا بابا؟ يمكن هيدا وجهي، أنا قلت إنه ما رح يطول ليرجع. فارس بعزبك تفتح البوابة. أكيد خواجة، أصلا أنا كنت ضاير. ما تنسى بعد الظهر. أكيد ما راح أنسى. بالإذن. مش معقول شو ما أسب الشاب، حرام ما يكون مدير شركة أو مشروع، شخصيته كتير حلوة. الأيام قدامه، ما بتعرف بابا، يمكن يجي يوم ويعمل مشروع ويصير هو مديره. كولونيل، رح بتجيب له سيرة عن شكوى أنعام أو بس رح تسأله عن المدفن؟ خلينا هلأ بقصة المدفن، بعدين لك الحادث حديث.
وهن عايشين قبالك يلي غابوا من الأساس بيبقوا عايشين قبالك بعيونك بيموتوا ناس وهن عايشين قبالك يلي غابوا من الأساس بيبقوا عايشين قبالك والعبرة مش بالكترة واللي راحوا مش راجع العبرة بوفا العشرة رغم الزمن الضايع في أيام بتعطي دروس والوقت بيهدي النسيان ما بتمحي دموعك كابوس ولا بتشفي القلب التعبان العبرة مش بالكترة واللي راح السعادة والمرة منا بتغنيك خبرة وقوة بزيادة أيام الحلوة بتعطيك حب وفرح السعادة والمرة منا بتغنيك خبرة وقوة بزيادة والعبرة مش بالكترة واللي راح ومش راجع عبرة بوفا العشرة رغم الزمن الضايع في أيام بتعطي دروس والوقت بيهدي النسيان ما بتمحي دموعك كابوس